السلام عليكم. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم بدينا لكم الفيديو السوق الاسبوعي ديال الانظار تدان، اللي هو كتكون فيه الجوطيه رخيصه ومتناول الجميع، كتكون زوينه حاجه، كتكون بخير، كتكون فيها لي بياس واعره وزوين. الجوطيه الحوايج ديال بنتي كناخذهم من هذا السوق، كنلقى لي بياس اللي كيعجبوني. انايا كنتقدى منه والله اللي كيعجبني، حسن من جديد صراحه، كتلاقي البياس بني ورضي، وفاش يصغروا عليك كتصدقيهم، زعما زوينين صراحه. طلع حسن من جديد البياسه جات، كتاخذيها بالثمن تبنيها، زعما ما يمكنش تمشي لهذا السوق وما تلقايش شي بياسه زعما اللي تعجبك وتاخذيها بعينيك وغمضين. ايوا خليكم معنا هنايا في الجوطيه، وبقاو معنا ان شاء الله حتى نوصلوا عند الخضره. شوفوا عاوتاني الفوق عندي خضره الشوطيه. وهنا كنقلبوا على شي بياسات وصلتنا عليهم صاحبتي، كنقلبوا عليهم وقالت شي خدامين زعما لقينا دوك لي بياس. علاش كنا كنقلبوا؟ لا لقينا، لقينا بياسات زوينين، سراول تاع الرجاله، تيشورتات، زعما داكشي. المهم احنا طلعنا اللي تبرع راجلك هادي اللي بياس. دابا حنا طلعنا عند الخضراء وما يمكنش نمشيو للسوق وما نشريوش القليه، هذا الشيء مستحيل، لان القليه ديال السوق الاسبوعي ديالنا يا سلام ما نعاودش لكم بصراحه. واو هنا عند الخضراء، زعما الخضراء كتكون يعني كاينه اللي جديده، ما كتبقاش زعما كاين ديك الخضره اللاويه ولا كتكون الثمن مناسب، الثمن مناسب زعما ديال مسكين. ايوا حنايا سايرين تنتقداو عام والنعناع، تبارك الله الا مشيتي عنده خضوريه مكاينش ما نقول لكمش، ناخذو الربيع، المهم قزبور، معدنوس، الشيبه اللي بانت لينا حنا ناخذوها، عطر الرشاد. هذا هو النعناع، هذا كيكون عنده النعناع زوين بصراحه، كناخذو ديما عندنا حرشا دابا حنايا تقدينا سالنا، المهم بقى لينا غير النعناع والربيع هما الاخرين، وتقديناهم دابا حنا سالنا تقديه خذوا السوق. دابا غادي نمشيو ان شاء الله للدار ونشاركوا معكم هذا الشيء. ايوا حنايا كتصدر رجلتي باش يجي الديدا يوصلنا للدار، المهم القليه حاضره. ايوا دابا بعد ديك التخسيخه ديال السوق جينا للدار، ودرت واحد العشيوه خفيفه ظريفه، شدينا مطيشه غسلتها وحكيتها، قسمتها على جوج وحكيتها كما كتشوفوا. نصايب دابا واحد لاصوص، عجباتني هاد الحكاكه، حكيت ديك مطيشه طافر لي الله ذنوبي، كنت انا قلت لك هزي ديك الحكاكه الاخرى وقلت لي ما لقيتهاش، كنقلب حتى عييت وحكيت بهادي، المهم كنبسطني. ايوا دابا غادي نبدا ندير التوابل، المهم توابل كلشي، شويه البزار، شويه الحرقوم، شويه عين التحميره، شويه الملحه،
شويه الزعتر، الزعتر ولا الزعتر المهم بحال بحال، واحد شويه واحد ورقه سيدنا موسى، وشويه زويته بلديه وزويته روميه اللي باي يديرو حدا يعني ماشي مشكل، كل واحد الذوق ديالو، كاين اللي كتعجبو الزويته الروميه، كاين اللي كتعجبو البلديه، ديك ورقه موزه اللي باي كثر فيها كثر، كل واحد الذوق ديالو. هذيك الشعريه وشويه الربيع تا كتشحر، هذيك لاصوص عاد كنضيف لها واحد شويه تاع الربيع وواحد معلقه ديال المطيشه ديال الحك، وكنحركو داك الخليط مزيان وكنخليوه طيب جانس مع بعضياته. كنضيف على داك الخليط واحد شويه الفرماج كنحكو كنضيفو، واللي عنده يديرو اللي ما عندوش يعني ماشي مشكل. ايوا هنايا درنا داك لاصوص اللي صايب، درنا على السفه، السفه عاديه كتصايبو السفه عاديه بزاف، وكديروا عليها داك لاصوص بالصحه والراحه، وجربوها راه كتجي بنينه بنينه بزاف. كنتمنى الفيديو ديالنا الى الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بالتعليق ديالكم وبلي لايك، ودعمونا باشتراك حتى هو، ونتمنى الفيديو ديالنا يعجبكم، والفيديو درناه لكم حنايا بلا زواق بلا حتى شي حاجه، حنا على طبيعتنا، ونتمنى يعجبكم ودعمونا وشكرا.